عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالد الحموعلي، منشط إذاعة شاطئ هند دياب الممتد، تنشكرهم طبيعة الحال المنبر الإعلامي للأيام 24 على هذه الاستضافة. بغينا السي خالد تكلم لنا على اللقاء اللي كان اليوم حول مراسم اللواء الأزرق بشاطئ عين دياب، واللي كيتعرف بشاطئ مدام شوالي. أيه، مرحبا. بطبيعة الحال اليوم بطبيعة الحال كباقي الشواطئ اللي حرزت على اللواء الأزرق، الحمد لله، يعني شاطئ مدام شوال أو لا شاطئ عين دياب الممتد كيف ما بغيتو تسميوه، بطبيعة الحال حظى بالشرف ديال الرفع ديال اللواء الأزرق بطبيعة الحال على الرمال الذهبية ديالو، وهذا يدل على مجهودات المبذولة من طرف كل الشركاء لإنجاح عملية شواطئ نظيفة بطبيعة الحال. وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي تدخل تحت الرئاسة الفعلية صاحبة السمو الملكي الأميرة جليلة الحسنى بطبيعة الحال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بالإضافة بطبيعة الحال الشكر موصول للعمالة ديال مقاطعة الدار البيضاء أنفا ولاية الدار البيضاء الكبرى، وأيضا مجلس مقاطعة أنفا ومدينة الدار البيضاء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومن توج أيضا المحتضر الرسمي لشاطئ عين دياب الممتد مدام شوال اللي هي من مؤسسة المواطنة بطبيعة الحال مرسى ماروك. هذه السنة 2020 بطبيعة الحال تتجي باش أنها تتأرخ لواحد الحدث كبير بطبيعة الحال، كما قلت لك مجهودات كبيرة ديال جميع السلطات وجميع وتضافر جهود جميع المصالح بطبيعة الحال وجميع الشركاء باش أن شاطئ عين دياب الممتد يحظى بهذه السنة، هذه اللي غتبقى سنة مميزة بطبيعة الحال لأن تتفادى جائحة كورونا، لأن إجراءات وقائية وتدابير احترازية اللي سعات لها جميع الشركاء باش انها توفوا هنا في شاطئ مدام شوال. يعني في المدخل ديالو كاين مدخل خاص وكاين ايضا ممر خاص بالخروج، ممر خاص بالدخول، يعني سيباغي، كاين من طبيعه الحال التشوير الارضي والافقي، كاين التذكير من طبيعه الحال، وهذا هو اللي تتنشط فيه اذاعه شاطئ مدام شوال، اذاعه الشاطئ اللي تتنشط في هذا الميدان هذا في تحسيس وتوعيه المصطفين والتذكير ديالهم ضروره ارتداء الكمامات، تعقيم اليدين بين الفئه والاخرى، بالاضافه بطبيعه الحال التباعد الجسدي، يعني واختيار يعني لدرجه ان تلقي مثلا اللافته لتتبين بان على الاقل الباراسول خاصها تكون على الاقل واحد 3 أمتار. نعم. يعني بطبيعه الحال كاين مجموعه الاجراءات وفضل هذه الجائحه هذه اللي تنسال الله سبحانه وتعالى يرفع علينا البلاء وعلى بطبيعه الحال على جميع العالم في اقرب وقت ان شاء الله تعالى. ولكن على واحد الاشاره اللي طلعتك في الاخير هي ان بطبيعه الحال الشواطئ اللي تتم اختيار ديالها الجوده المياه العاليه ديالها من الدرجه الف، بالاضافه للبنيه التحتيه كيف ما ذكرت، النظافه وعمليه التحسيس، السلامه، الامن، يعني من طبيعه الحال تضافر مجهودات كبيره من دوله الصحه ديال الاحمر المغربي تو مشارك بطبيعه الحال هنا، يعني جميع السلطات وجميع رجال الامن، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، جميع المصالح من طبيعه الحال والسلطات اللي تتساهم في انجاح عمليه شواطئ نظيفه 2020 واللي تم الحصول على اللواء الازرق. فشكرا جزيلا لكل هاد المتدخلين وكل هاد الشركاء، ومرة أخرى تنتقدم الشكر الجزيل بطبيعة الحال للمنظر الإعلامي المتميز أيضا الأيام 24 على بطبيعة الحال على التواصل على 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 الاتصال الهاتفي. شكرا جزيلا لكم. نعم سي خالد الحموعلي، منشط إذاعة شاطئ عين دياب المحيط، شكرا جزيلا لك على التوضيحات. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.